بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الثاني. على آله وأصحابه أجمعين. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا حديث عظيم يوجه فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام، وهو ابن عمه ابن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما. وكان هذا الطفل الصغير يحرص على تلقي العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحضر مجالسه، ويأتي إلى بيته، لأن فيه خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحرص على أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير، تفسير القرآن. استجاب الله دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، فصار عبد الله بن عباس من أفقه الناس في دين الله، ومن أعلم الناس بتفسير كتاب الله، حتى سمي بحبر الأمة ترجمان القرآن ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، هذا فيه مشروعية تعليم الأطفال الصغار وتربية الأطفال على طاعة الله، لأن الطفل إذا وجه توجه وثبت ذلك في قلبه إذا كبر. التعليم في الصغر كما يقولون كالنقش في الحجر، وهذا يؤخذ منه أنه يجب على المسلمين أن يعتنوا بشبابهم، يعتنوا بأطفالهم، يربوهم، يعلموهم، ولا يهملوهم. إني أعلمك كلمات، فيه تعليم الصغار، وفيه أن الصغار لا يؤتى لهم بالعلم الكثير، وإنما يؤتى لهم بشيء يسير، شيئا فشيئا، تدرج في التعليم. ليعلمك كلمات من أجل أن يحفظها ويعيها. أما لو جاء له بكلام كثير إنه قد لا يستوعبه. هذا فيه منهج التعليم، وأنه ينبغي أن يكون بالتدريج شيئا فشيئا، وأن الكلام القليل أدعى للحفظ والفهم. ثم بين صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات الأولى: احفظ الله يحفظ. الجزاء من جنس العمل، فإذا حفظت الله حفظك الله. ومعنى احفظ الله أي احفظ أوامره ونواهيه، وذلك بالعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. فحفظ الله يراد به طاعة الله جل وعلا في أمره ونهيه ودينه. فإذا حفظت دين الله حفظك الله، كما قال جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره. ومعنى ذلك من نصر دين الله نصره الله، ومن حفظ دين الله حفظه الله. الجزاء من جنس العمل. والكلمة الثانية تعرف إلى الله. الكلمة الثانية: احفظ الله تجده تجاهك. تجده تجاهك أي تجد أن الله جل وعلا أمامك. إذا حفظت دينه فإنه سبحانه قريب منك، وهو أمامك، قريب منك دائما وابدا. فمن تقرب الى الله تقرب الله اليه، كما في الحديث: تقرب من تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا. اما من ابتعد عن الله
فإن الله يبعده سبحانه وتعالى، لأن الجزاء من جنس العمل. ثم الكلمة الثالثة تعرف إلى الله في الرخاء، تعرف إلى الله بطاعته وعبادته في حالة الرخاء، يعرفك في الشدة، يعني في وقت الشدة. فالذي يلازم طاعة الله سبحانه وتعالى في الرخاء واليسر، فإنه إذا وقع في شدة وكربة فإن الله ينقذه منها، هذه فائدة عظيمة. أما من ضيع الله جل وعلا في الرخاء ضيعه الله في الشدة، عرف إلى الله في الرخاء. بعض الناس ما يعرف الله جل وعلا إلا في حال الشدة، وأما في حال الرخاء فإنه ينسى الله، ينسى الله سبحانه وتعالى. وما هكذا أهل الإيمان، أهل الإيمان دائما وأبدا مع الله في الرخاء وفي حالة الشدة، وإذا وقعوا في شدة يسر الله لهم وفرج لهم بما أسلفوا من الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة التي تعملها في حالة الرخاء ينقذك الله بها من الشدة ومن الكرب. ولما وقع يونس عليه السلام، لما وقع في بطن الحوت في الظلمات ودعا الله سبحانه أنقذه الله، قال جل وعلا: فلولا أنه كان من المسبحين، يعني كان في حال الرخاء من المصلين، مسبحين يعني المصلين، كان كثير الصلاة عليه الصلاة والسلام وكثير العبادة في حالة الرخاء، فلما وقع في الشدة أنقذه الله. لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا فيه معنى الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فعلى المسلم أن يكثر من عبادة الله وطاعته دائما حتى إذا وقع في شدة أنقذه الله منها. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، فالعبد يتوكل على الله، يتوكل على الله ولا ينظر إلى الناس، وإنما يصلح الذي بينه وبين الله، يصلح الله الذي بينه وبين الناس. أعلم أن الخلق لو اجتمعوا، الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم، اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، كتبه في القضاء والقدر واللوح المحفوظ. هذا فيه التوكل على الله سبحانه وتعالى والإيمان بالقضاء والقدر الذي هو ركن من أركان الإيمان الستة، الإيمان بالقضاء والقدر، أن كل شيء يحدث ويحصل إنما هو مقدر وكائن مكتوب. فهذا يوجب على العبد أن لا يجزع ولا يسخط، وأن يصبر على قضاء الله وقدره، ويعمل الأسباب، يعمل الأسباب النافعة. الله أمر باتخاذ الأسباب، لم يأمرنا بالاعتماد على القضاء والقدر، بل أمرنا باتخاذ الأسباب النافعة. لكن لو فات الشيء عملت السبب ولا حصل المقصود، أنت تعلم أنه ما قدر، لو قدر لحصل، أنت فعلت السبب لكن لم يحصل المقصود، تعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، فلا تجزع ولا تسخط ولا تيأس. أيضا ما تيأس، أنت عليك العمل وعليك فعل الأسباب النافعة، وأما النتائج فهي عند الله سبحانه وتعالى. أما لو أنك عطلت الأسباب ولم تعمل شيئا ما حصل لك شيء، حصل لك زرع وأنت لم تزرع، حصل لك ذرية وأنت لم تتزوج، ما هو صحيح ذلك. الأشياء بأسبابها، الله أمرنا باتخاذ الأسباب النافعة ونهانا عن الكسل، تعطيل الأسباب، لكن لا نعتمد على الأسباب وإنما نعتمد على الله سبحانه وتعالى. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لو اجتمع الناس كلهم على أن يضروك بشيء والله لم يقدر هذا الضرر لم يحصل، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فلا تجزع ولا تسخط، ولكن تعمل الأسباب الواقية والنافعة بإذن الله، فتجمع بين
فعل الأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى والإيمان بالقضاء والقدر. هذا يعطي أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وأنك تعلق قلبك بالله، تعلق قلبك بالله، ولا يهمك أمر الناس أو تنسب هذا الشيء إلى الناس دون نظر إلى القضاء والقدر. نعم، أن تعمل الأسباب الواقية من الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الأدراع في الجهاد، أدراع الحديد للوقاية من السلاح، كان يأخذ السلاح عليه الصلاة والسلام. هذه أسباب، ما كان يترك الأسباب، كان يفعل الأسباب، وهو سيد المتوكلين على الله سبحانه وتعالى. المسلم يجمع بين فعل الأسباب النافعة مع التوكل على الله والإيمان بالقضاء والقدر، وهذا يدفعه، الإيمان بالقضاء والقدر يدفعه إلى العمل وإلى عدم الياس والقنوط، وأن يعلم أن الأمور بيد الله وليست بيد الناس، إنما هي بيد الله عز وجل، وأن من توكل على الله كفاه، من يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. فهذا حديث عظيم، جمع نصائح عظيمة وفوائد كثيرة، وهو منهج يسير عليه المسلم في حياته. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يقول طالب في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية: إذا رجع إلى بلاده استعان به الناس في الإصلاح بين الزوجين، وسألوه في مسائل النكاح والطلاق ولا يوجد غيره، مع كون نعم هذا شيء طيب، هذا شيء طيب، إن طالب العلم إذا رجع إلى بلده يوجه الناس إلى الخير ويعلمهم مما علمه الله وينشر العلم ويصلح بين الناس، هذا شيء طيب. هذه مهمة طالب العلم، مهمة طالب العلم نشر العلم النافع والإصلاح بين الناس. الله جل وعلا يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه مهمة طالب العلم، إنه يتعلم ويطلب العلم ثم يقوم بتعليم الناس وتوجيههم والإصلاح بينهم. هذا يقول: إن أمه تمنعه من زيارة أقاربه ومن صلة الرحم، هل يطيعها؟ نقول: لا، لا يطيعها في قطيعة الرحم والامتناع من زيارة الأقارب، لأن هذا معصية، يعني منعها إياه هذا معصية، فلا يطيعها في معصية الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن عليه أن يرضي أمه وأن يقنعها، عليه أنه يرضيها ويقنعها ويبين لها صلة الرحم وأنها أمر واجب، ولا أظنها إذا أقنعها أنها تمتنع، إذا كان فيها إيمان ما تمتنع. هذا يسأل عن السواري التي تقطع الصفوف: يكره الوقوف بين السواري في الصلاة إلا عند الحاجة، إذا دعت الحاجة ضاق المسجد فلا مانع من أن يصفوا بين السواري، أما إذا كان المسجد واسع فلا يصفون بين السواري لأنها تقطع الصفوف. هذا يسأل يقول: إنها أبوه مريض وأنه استلف سلفة ربوية من أجل علاجه. يقول: أخطأت في هذا، الربا لا يجوز للمسلم أنه يأخذه، لا للعلاج ولا غيره، حرام استعمال الربا، فأنت أخطأت في هذا، عليك بالتوبة إلى الله ولا تعود لمثل هذا، والشفاء من الله سبحانه وتعالى، الشفاء من الله، والعلاج إن تيسر هو مطلوب، وإذا لم يتيسر فعليك بالاعتماد على الله والعلاج المباح، وأما الحرام فلا يجوز استعماله ولا أخذه ولا العلاج به،
هذا يسأل عن دفع الرشوة هل يجوز في بعض الحالات؟ نقول لا، الرشوة حرام سحت، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي ولا يجوز دفعها. والجمرك هو يدفعها علشان يسلم من الجمرك، الجمرك هذا ما هو باختيارك، إذا أخذوها يكون الإثم عليهم، أما أنت ما عليك إثم، أما الرشوة فلا تجوز. هذا يسأل عن إصلاح نظارات العيون بالذهب، لا يجوز هذا، لا يجوز، لأن فيه نظارات ما فيها ذهب كثيرة، لا يجوز استعمال الذهب في النظارات ولا غيرها للرجال، لا يجوز للرجال. نعم. هذا يسأل يقول إن شخصا أعطى ابنه الأكبر بيتا ثم مات ولم يعطي أولاده الآخرين، يقول هذا لا يجوز، لا يجوز تخصيص بعض الأولاد دون بعض. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. عمل ذا لا يجوز، والواجب على هذا الشخص أنه يتصالح مع بقية إخوانه، تصالح هو إياهم على هذا الشيء حتى يكون ما بيده حلال، وحتى تبرأ ذمة الميت، صالحون بينهم. هذا يسأل عن الصلاة في مساجد مكة، هل هي مثل الصلاة في المسجد الحرام؟ نقول نعم، كل ما كان داخل حدود الحرم، كل ما كان داخل حدود الحرم فإنه تضاعف فيه الصلاة، لأنك صليت في الحرم، إذا صليت داخل حدود الحرم فقد صليت في الحرم، فلك أجر المضاعفة. هذا سؤال أجبنا عنه، اللي تمنعهم أمه من صلة الرحم، يقول لا يطيعها في ذلك، لكن عليه أن يقنعها ويرضيها. هذا يسأل عن أفضل التفاسير للقرآن. أفضل التفاسير التفسير الذي على منهج السلف الصالح، الذي يفسر القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة أو القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، هذا هو التفسير الصحيح، مثل تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير أضواء البيان الشيخ الشنقيطي، تفسير ابن سعدي، هذه تفاسير طيبة وهي على منهج صحيح ولا تؤول الصفات، هذه تفاسير معتمدة. نعم. هذا يسأل عن كتاب ألف ليلة وليلة، يعني ما هنا كتب إلا الكتاب هذا، لا ما في خير، وهذا كذب، أكثر كذب، هذا أكثر كذب، هذا مثل التمثيليات والمسرحيات اليوم، يضحك الناس ويشغل الناس بالقصص والأكاذيب، لا يجوز قراءة هذا الكتاب. هذا يسأل عن الكتب اللي مكتوب عليها حقوق الطبع محفوظة، أو التسجيلات اللي مكتوب عليها محفوظة، نعم لا يجوز إلا بإذن أصحابها، اللي مكتوب عليه محفوظ لا يجوز إلا بإذن أصحابه، لأن هذه حقوق الناس لا يجوز الاعتداء عليها إلا بإذنهم. هذا يسأل عن قضية الأخبار في العقيدة، نعم الأخبار الواردة في العقيدة، الأخبار عن الله سبحانه، عن أسماء الله وصفاته، الأخبار عن يوم القيامة، الأخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة، يجب الإيمان بها، ما جاء في الكتاب والسنة يجب الإيمان به من الأخبار عن أمور الغيب وعن الأمور المستقبلة والماضية وعن أسماء الله وصفاته، يجب الإيمان بها. ويسأل عن ما تقدم السؤال عنه، يقول هل المضاعفة، مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام تشمل النافلة؟ نعم الظاهر تشمل النافلة، تضاعف الفريضة وتضاعف النافلة في المسجد الحرام. هذا يقول إنه ناوي الاعتكاف في هذه العشر، فهل يجوز لي الخروج من المسجد الحرام لأجل الفطور خاصة وأن الفندق بعيد؟ أمر الفطور سهل، تأخذ معك تمرات وتأكلها إذا أذن، وتشرب من زمزم، ولا يبقى إلا العشاء،
العشاء ما في مانع تطلع وتعشى وترجع، إذا كان ما في أحد يجيب لك العشاء في مكانك فلا مانع تخرج بقدر الحاجة تعشى وترجع. أما الفطور ما يحتاج إلى خروج، العشر الأواخر تبدأ من ليلة 21، العشر الأواخر تبدأ من ليلة 21، إذا غربت الشمس في ليلة 21 بدأت العشر الأواخر. هذا يسأل هل يجوز حجز أماكن في المسجد الحرام أو غيره من المساجد؟ إذا كان الإنسان جالس في مكان وذهب لحاجة ويرجع نعم يحجز ما في مانع، أما إنه يحجز المكان ويروح ولا يرجع إلا بعد مدة، يروح ينام ولا يروح يبيع ويشتري، لا هذا ما يجوز. أما إنسان في المسجد وطرى له شغل ويرجع قريبا، يروح يتوضأ، يروح يجيب كتاب، يأخذ مصحف أو ما أشبه ذلك، أو يكلم شخص ويرجع، هذا في حكم الباقي في المسجد، ما في مانع يجعل في مكانه ما يحفظه له لأنه راجع إليه. هذا يقول شخص مريض وأتى من المدينة ولم يحرم من الميقات، فماذا عليه أن يفعل؟ إن كان ناوي العمرة يوم يجي من المدينة يجب عليه الإحرام من ميقات المدينة، أما إذا كان ما نوى عمرة، مريض ولا نوى عمرة، والآن شفاه الله وعزم على العمرة من هذا المكان من مكة، هذا يخرج إلى الحل، يخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى عرفة ويحل عمرة، عمرة لأنه ما نوى إلا من هنا. أما لو كان ناوي من المدينة فلا بد يحرم من المدينة. هذا يسأل عن شخص شرب الماء بعد الأذان التالي، شرب بعد الأذان التالي الأخير يعني، هذا ما يجوز، إذا أذن الأذان الأخير فقد طلع الفجر، الأذان على طلوع الفجر، فهذا شرب بعد ما طلع الفجر، يستمر في صيامه ولكن يقضي هذا اليوم لأنه شرب في أوله فيقضيه بعد رمضان. السؤال الثاني، ما حكم شخص صام في بلده وهو المغرب ثم سافر إلى بلد الله الحرام؟ يسأل عن كيف يعني هو صام قبل المملكة بيوم، إذا كان يبي يرجع البلد في رمضان هو يفطر مع أهل بلده، إذا كان يبي يبقى في مكة ويحضر العيد في مكة فهو يصوم مع المملكة، يصوم مع المملكة، يفطر مع المسلمين سواء أفطر في بلده أو هنا مع المسلمين ولا ينفرد. هذا يسأل أنه كرر العمرة لنفسه ولأبيه ولأمه، نقول له بس جزاك الله خير، لكن تكرار العمرة من مكة ما هو بأحسن، الأحسن تبقى في مكة، تبقى في المسجد الحرام، هذا أفضل من العمرة. هذا يسأل عن زوجته أنها ماتت بمرض السرطان ولم تقدر على الصيام، أفطرت من أجل المرض وماتت في المرض ولم تقدر على الصيام، ليس عليها شيء، هذه ليس عليها شيء، ولكن إذا كانت ما تستطيع الصيام في حياتها، ما تستطيع الصيام في حياتها ولا يرجى أنها تشفى وتقضي، تطعم عنها، عليك أنك تطعم عنها عن كل يوم مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذا كانت يوم تفطر للمرض ما يرجى أن تقضيه في المستقبل فهذا مرض مزمن، تطعم عنها عن كل يوم مسكينا. ماذا يقول؟ يقول لو يجعل مكان للنساء لسماع الدرس، هذا ما هو عندي أنا، عليك تراجع الرياسة، رياسة المسجد الحرام إنها تهيئ مكان للنساء لسماع الدرس. هذا يسأل أنه كان لا يصلي في أعوام ماضية والآن تاب، يقول الحمد لله اللي من عليك بالتوبة حافظ على الصلاة في المستقبل، أما الذي مضى فلا تقضيه، ما عليه قضاء، عليك بالمحافظة على الصلاة بعد التوبة إلى الله عز وجل.
هذا يسأل يقول أنا أعمل في جهة، في جهة حكومية فيها موظفين، فيها موظفون، وبعض الموظفين يحول راتبه على البنك، فهل آثم أنا إذا كتبت له يحول على البنك؟ نقول لا تعاون معه، لا تكتب أنت، لا تكتب هذا، خلي يكتب غيرك، أما أنت لا تكتب التحويل على البنك الربوي، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. هذا يسأل عن تحية المسجد، صلاة تحية المسجد بعد العصر، هذه محل خلاف بين العلماء في تحية المسجد، هل تفعل وقت النهي أو لا تفعل، على قولين، ولا ينكر على من فعلها ولا ينكر على من تركها. أولا لأنها سنة ما هي بواجبة، والسنة يجوز فعلها ويجوز تركها، هي سنة. ثانيا فيها خلاف في هذا الوقت، فمن قلد القائلين بالصلاة صلى لا بأس، ومن قلد الذين يعممون النهي لا بأس، لا إنكار على طرفين، لأن المسألة مسألة نظر. هذا يسأل عن حكم صلاة الجمعة في حقول البترول، في حقول البترول. صلاة الجمعة يشترط لها الاستيطان، الاستيطان في المكان، بأن تقام الجمعة في مكان مستوطن أهله فيه دائما لا يرحلون صيفا ولا شتاء. أما إذا كان ما فيه استيطان فلا تصلوا في مكان العمل، لكن صلوا في الجوامع اللي حولكم، صلوا في الجوامع القريبة منكم. نعم. يسأل ثانيا حكم من يبيع سيارة سعرها كذا، سعرها 10,000 ريال ب 13,000 ريال، ولكن يقبض الثمن بعد سنة. ما في مانع، ما في مانع بيع التأجيل بزيادة، أن تباع السلعة مؤجلة بزيادة عن ثمن الحاضر، لأن الناس ما يبيعون مؤجل إلا بزيادة، ولا مانع من ذلك. نعم. هذا يسأل هل يجوز أنه يعتمد عن جدته، هل يجوز لي أن أعتمد عن جدتي؟ نعم، إذا كنت اعتمرت عن نفسك وجدتك ميتة، جدتك ميتة أو حية لكنها عاجزة ولا تستطيع العمرة بنفسها، ما تستطيع العمرة بنفسها، أو هي ميتة وأنت اعتمرت عن نفسك، يجوز أن تعتمر عنها وتعمل بالعمرة عنها مثل ما تعمل بالعمرة عن نفسك، سواء سواء، تحرم بنية الإحرام عنها وتطوف وتسعى وتقصر بالنية عنها. نعم. هذا يسأل عن امرأة توفي زوجها وهي تسكن معه في بيت، هل تذهب وتسكن مع أخيها؟ لا، تبقى في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، لأن هذا من أحكام العدة وتوابع عدة الوفاة، أنها تبقى في البيت، إلا إذا تعذر عليها البقاء في البيت فلا بأس أن تتحول إلى بيت آخر. أما ما دام يمكن البقاء في البيت إلى إكمال العدة فهذا واجب عليها. هذا يسأل إذا كان معتكفا في المسجد الحرام هل يجوز له الخروج لطلب العلم في حلقات التدريس في المساجد الأخرى؟ لا، لا ما يجوز له. الاعتكاف معناه البقاء في المسجد، ولا تخرج إلا لما لا بد منه، مثل الوضوء، مثل قضاء الحاجة، مثل إحضار الطعام إذا لم يكن عندك من يحضره. أما طلب العلم هذا يؤجل، هذا يؤجل إلى بعد نهاية الاعتكاف. هذا يسأل المعتكف في المسجد الحرام هل يجوز أنه ينتقل من مكان لمكان؟ نعم، لا بأس، لا بأس، لأن كله داخل المسجد، يجوز أنك تنتقل من مكان في غرب الحرم مثلا إلى مكان في شمال المسجد الحرام أو شرقه أو في أي مكان يناسب لك، كله مكان واحد والحمد لله. هذا يسأل عن امرأة متزوجة وأمها تغضب عليها ولا تريدها أن تزورها،
يعني مشكلة، لكن عليها بإرضاء والدتها، عليها أن ترضي والدتها وتطلب منها المسامحة وتأخذها باللين، تأخذها باللين والعطف شيئا فشيئا، ولا تتشاد معها. ألا يسأل عن قراءة القرآن داخل المقبرة؟ هذه بدعة، بدعة قراءة القرآن داخل المقبرة أو عند القبر، هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. القراءة على الأموات، قراءة في المقابر، قراءة عند القبر، كل هذه بدع. قد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. هذا يسأل عن التأمين الإجباري على السيارة وعلى غيره. إذا كان إجباري تدفعه ضريبة على أنه ضريبة، ولا تستعمل التأمين. إذا حصل عليك شيء أن تقوم بالغرامة، أن تقوم بالغرامة، ولا تحمل الشركة تأكل أموال الناس بغير حق، أن تقوم بالغرامة التي تلزمك من جراء الحوادث، وتدفع التأمين على أنه إجباري، باب الضريبة يكون. هذا يسأل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة: حجر ما مررت عليه إلا قال السلام عليك يا رسول الله، فهل هذا صحيح؟ نعم، هذا صحيح، وهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يكلمه الحجر والجماد، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ومعجزات الرسل كثيرة وهي خوارق للعادات. نعم. هذا يسأل عن لفظ الطلاق ثلاث مرات متتابعة في مجلس واحد، يعتبر واحدة؟ لا، يعتبر ثلاث. طلاق الثلاث بثلاث كلمات متفرقة يعتبر ثلاثا، إنما الخلاف إذا طلقها ثلاثا بلفظة واحدة، كأن يقول أنت طالق ثلاثا، هذه محل الخلاف، هل تعتبر واحدة ولا ثلاث. أما إذا كررها ثلاث مرات، هذه سواء كانت في مجلس واحد أو في مجالس، تعتبر ثلاث طلقات متتابعات. هذا يسأل يقول أنه كان يسرق في الأول من الناس والآن تاب، ماذا يعمل؟ نقول اللي تعرف من الناس وعندك له مال تعطيه إياه، تطلب منه المسامحة، واللي ما تعرف تصدق في مقابل ما أخذت، ويكون الأجر لصاحبه وأنت تخلص من ذلك. هذا يسأل عن راتبة الظهر، هل تصلى قبل الأذان؟ الأذان يكون على دخول الوقت، الآن ما يؤذنون إلا على دخول الوقت، إذا صليت قبل الأذان تكون صليت قبل دخول الوقت، ولا تسمى راتبة، صلي الراتبة بعد الأذان، لأن الأذان الآن يؤذنون على التوقيت. نعم. هذا يسأل عن شخص يشتغل في سوق أو في مكان فيه اختلاط بين الرجال والنساء، هل كسبه حرام؟ الكسب إذا كان ما فيه غش ولا خديعة ولا ربا حلال، لكن يأثم على المكان الذي فيه اختلاط، يأثم، كسبه حلال لكن مع الإثم في أنه يأتي إلى مكان فيه اختلاط، يأثم على ذلك. نعم. هل يقول: هل يعتبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم ضريحا؟ لا، الضريح في عرف الناس الآن اللي يعبد من دون الله يتبرك به، هذا هو الضريح في عرف الناس اليوم. قبر الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظ ولله الحمد، لا يعبد ولا يتبرك به ولا يصل إليه الناس ولا يرونه، محفوظ مصون، فليس ضريحا، وهو في بيته صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. نعم. هذا يسأل يقول: هل يجوز تأجير الخيام للأفراح؟ إن كانت الأفراح فيها منكرات فلا يجوز تأجير الخيام لهم، لأن هذا إعانة لهم على الإثم والعدوان. أما إن كانت الأفراح ما فيها معاصي ولا فيها مخالفات، وإنما هي أفراح مباحة، فلا بأس بذلك. لك يسأل عن مسألة تكرر عنها السؤال، وهي المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، هل يجوز للضرورة، للزحام، كثرة الناس؟ ما يضر المرور، ما يضر
لله الحمد، لأن المسجد الحرام فيه الناس كثيرون، فيه زحام شديد، والناس يضطرون للمرور، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول جئت من المدينة محرما في العمرة وفي القافلة، يقول إنه حصل في القافلة شيء من الكلام السيء والسباب والشتم، على الذي على المسلم أنه يمسك لسانه ولا يشارك الناس اللي يسابون ويتشاتمون، يمسك لسانه، والإثم عليهم هم، الإثم عليهم هم. ولكن من الأول كان اللي ينبغي أنك تختار الرفقة الطيبة والسيارة التي فيها ناس طيبين، تسأل عن ركابها وتسأل قبل تستاجر. هذا يسأل عن إنسان جاء من المغرب، جاء من المغرب ناويا للعمرة، لكنه نوى الذهاب إلى المدينة قبل أن يأتي إلى مكة، وأحرم من ميقات المدينة، لا بأس، لكن ما هو قاصد مكة وإنما هو قاصد المدينة أولا ثم بعد المدينة يأتي إلى مكة، لا بأس، يحرم من ميقات المدينة. يقول هل يجوز الانحراف عن الكعبة في الصلاة؟ لا، اللي يشوف الكعبة يراها لا بد أنه يصلي إليها ولا ينحرف عنها. أما اللي ما يشوف الكعبة يصلي في مساجد خارج المسجد الحرام أو في مكان بعيد، هذا يكفي أنه يستقبل الجهة التي فيها الكعبة، الجهة التي فيها الكعبة. قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، إذا استقبل الجهة التي فيها الكعبة يكفي هذا، لأنه لا يمكن أنه يرى الكعبة لبعده عنها. نعم. هذا يسأل عن الإنسان اللي نشأ في بلاد فيها بدع ومحدثات وهو ما يدري، هو ما يدري، نقول إذا علم وعرف أن هذه بدع يتجنبها. أما اللي ما درى من قبل ولا عرف فلا حرج عليه إن شاء الله، لا حرج عليه، يعذر بالجهل، لكن بعد ما عرف وتبين له أن هذه بدع يجب عليه اجتنابها ولا يستمر عليها. هذا يسأل يقول إن واحد صلي وأنه في القنوت دعا على الكفار وقال يا ربي طال حلمك عليهم، هذا كأنه يعاتب الله عز وجل، لا يجوز هالكلام، ما يجوز أن يقول طال حلمك عليهم، كأنه يرى أنه غير مناسب، كأنه يلاحظ على الله أنه طال حلمه على الكفار. نعم. يقول إذا صلى الإمام جالسا هل يجلس المأموم؟ إذا كان إمام راتب للمسجد واعتراه مرض صار يصلي جالس، بدأ الصلاة وهو جالس وهو الإمام الراتب، يصلون خلفه جلوسا كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان ما هو بإمام الراتب لا، ما يصلون خلفه جلوس، كلام على الإمام الراتب، إمام الحي، الإمام الراتب إذا اعتراه مرض وجلس في الصلاة يجلسون وراءه، إذا بدأ الصلاة جالسا يجلسون وراءه. أما شخص ما هو بإمام الراتب فهذا لا يصلي بالناس وهو ما يستطيع القيام، يصلي بهم إنسان سليم يستطيع القيام. هذا يقول أنه جرى عقد بينه وبين شخص في بلد آخر، عقد تجاري، وشارط عليه الطرف الثاني أنه يعتمر عنه، هذا ما يدخل في البيع، هذا ما يدخل في شروط البيع ولا له علاقة بالبيع، إن أراد أنه يعتمر عنه. أيضا هو قوي، إذا كان الشخص قوي يستطيع العمرة لا ينوب عنه أحد، هو يجي ويعتمر، إنما يناب عن الشخص العاجز الذي لا يستطيع ولا ينتظر أنه يستطيع في المستقبل، هذا يعتمر عنه. أما الإنسان القوي فإنه يأتي ويعتمر ولا ينوب أحد عنه، وأيضا هذا ما يدخل في شروط البيع، إن بغى يعتمر عنه تبرعا منه إذا كان عاجز
ما يستطيع العمرة لا حاضرا ولا مستقبلا يعتمر عنه من باب التبرع له والإحسان لا بأس. أما أن هذا من شروط البيع يلزم لا. هذا يسأل عن خروج المذي هل يبطل الصوم؟ لا ما يبطل الصوم. اللي يبطل الصوم خروج المني بشهوة، المني بشهوة هذا يبطل الصوم. أما المذي هذا ما يبطل الصوم، ولكن على المسلم الصائم أنه يغض بصره ويقطع التفكير في هذه الأمور لأنه صائم. هذا يقول يطلب أنه يدعى له يترك التدخين، يترك التدخين. طيب ما تترك التدخين إلا إذا دعي لك، اترك التدخين هذا بمقدورك أنك تتركه تبتعد عنه، اترك التدخين وبادر ولا تطلب من الناس يدعون لك أنك تترك، أنت قادر على تركه بدون أي تدخل. هذا من الكسل وهذا من تأخير التوبة، عليك بالتوبة والمبادرة. نعم. هذا يسأل عن اللي يريد يعتمر عن أبيه، يقول هل أبوك ميت ولا حي؟ إن كان حيا وهو يقدر على العمرة فلا تعتمر عنه، أما إن كان حي ولا يقدر على العمرة لا حاضرا ولا مستقبلا أن تعتمر عنه وتعمل في عمرتك عنه مثل ما عملت في عمرتك عن نفسك سواء بسواء، إلا النية، الفرق النية فقط. نعم. يكون هذا آخر سؤال إن كان السؤال وجيه بعد. هذا يقول إذا كان الشاب الملتزم يؤذى من طرف أبويه كان يأمراه بحلق اللحية، يقول ما يجوز له يطيع أحد لا والديه ولا غير والديه في المعصية، حلق اللحية معصية لا يجوز له يطيع أحد. قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو كان أحد